السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مقدر الأقدار ومصرف الأمور على ما يشاء ويختار، ومكفر الليل على النهار، الواحد الأحد الفرد الصمد العليم الحكيم، الذي أيقظ من خلقه من استفاه فأدخله في جملة الأخيار، ووفق من اختار من عبيده فجعله من الأبرار، وبصر من أحبه من خلقه للحقائق فذهدوا في هذه الدار، فاجتهدوا في مرضاته والتأهب لدار القرار. وصلى الله على محمد وعلى أهله الأبرار وصحبه الأخيار. أما بعد، فقد قال الله عز وجل سبحانه وتعالى، فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال القرطبي رحمه الله: الإيثار وتقديم الغير على النفس في حظوظها الدنيوية رغبة في الحظوظ الدينية، وذلك ينشأ عن قوة اليقين وتوقيد المحبة والصبر على المشقة. وقال ابن القيم رحمه الله: الإيثار أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يخرم عليك دينا ولا يخطأ عليك طريقا ولا يفسد عليك وقتا، يعني أن تقدمهم على نفسك في مصالحهم، مثل أن تطعمهم وتجوع وتخصمهم وتعب وتسقيهم وتزمى. أيها الإخوة الكرام، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنى إلا الماء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يذم أو يذيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أقرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبيانه. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونفمي صبيانك. وإذا أرادوا عشاء فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونفمت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعل يريانه أنهما يأكلان، فباتا تافيين، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعلكما؟ فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة الكرام والمشايخ العظام، قد ورد في الإيثار عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما، وكان من الأجواد المعروفين، حتى إنه مرض مرة فاستبتأ إخوانه في العيادة فسأل عنهم، فقالوا: إنهم كانوا يستحيون مما لك عليهم من الدين. فقال أخذ الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة. ثم أمر مناديا ينادي: من كان لكيس عليه مال فهو في حل. فما أمسى حتى قصرت عتبة بابه لقصرتي حتى فما أمسى حتى قصرت عتبة بابه لقصرة من عاده. قال الغزالي رحمه الله: الإيثار أعلى درجات السخاء. أيها الإخوة الكرام، الإيثار ودليل كمال الإيمان وحسن الإسلام وحصول الألفة والمحبة بين الناس، هو دليل علو الهمة والبعد عن صفة الأسرة الذميمة. هذا ما عندي، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال أحمد: المال للرجل الكريم ذرائع يبغي بهن جلائل الأخطار،
والناس شتى في الخلال وخيرهم من كان ذا فضل وذا إيثار ومن كان للخير مناعا فليس له عند الحقيقة إخواني وأخدان جزى الله خيرا وأحسن الجزاء. والآن أقدم أمامكم الخطيب السابع وهو الأخ ناصر الله.